وحشتوني وحشتوني، واعذروني على صوتي لان صوتي رايح شويه بسبب ان كنت لسه خارج من دور برد، وايام الفانتسي الجميله وحلقات الفانتسي حتى واحنا مشدودين منها، عوده الفانتسي وحلقات كتير جدا هنتكلم في كل حاجه دلوقتي. هقول لكم كل الخطه المتعلقه بالفانتسي، هنبدا الحلقات امتى، هترجع امتى، الحلقات فيها ايه، ومحتاج منكم ايه قبل الحلقات دي على طول. دي حلقه فيها العوده وهنرجع ازاي وخطه الرجوع وهنعمل ايه وكل القصص دي، وحلقه برضو فيها خبر مهم جدا جدا، وحلقه فيها مسابقه وجائزه مهمين جدا جدا. خلينا نبدا بالمسابقه والجائزه الاول قبل ما نتكلم في اي حاجه ثانيه. اول كومنت تحت هتلاقوا فيه لينك، اللينك ده فيه فيديو على انستجرام بتاعي، عايزكم تخشوا تتفرجوا على الفيديو، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدوسوا لايك، لو عجبكم بس مش عايزكم تدوسوا لايك وخلاص. لو اتفرجتوا عليه وعجبكم الفيديو يا ريت تدوسوا لايك عليه، ولو عجبكم قوي قوي يا ريت تعملوا شير في الستوريز عندكم على انستجرام، ده اول طلب في القصه دي. وعايزكم تعملوا فولو على انستجرام برضو، لان بكره يوم السبت هيكون ان شاء الله في ستوري هتنزل هناك عندي على الاكونت. الستوري دي فيها مسابقه مش هقدر اشرحها دلوقتي، لازم اشرحها بكره في الستوري، وفي نفس الوقت بعد ما اشرحها بكره هيكون في جايزه، هما جايزتين، الجايزتين قيمتين جدا جدا، فعايزكم تكونوا موجودين هناك والستوري موجوده عشان تلحقوا تخشوا المسابقه لما تنزل بكره، عشان في حد من الفولورز عندي هيكسب في المسابقه دي الجايزتين دول مع بعض، فعايزكم تكونوا موجودين هناك لان المسابقه مش صعبه خالص خالص وشروطها مش صعبه تماما. فاستاذنكم تروحوا على انستجرام تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا فولو هناك، وتستنوا يوم السبت الحلقه او الستوريز اللي هتكون نازله ليها علاقه بالمسابقه. اما بقى الخبر الحلو اللي جاي اقوله لكم هو خبر السكند شانس، اعتقد ناس فيكم عرفته وفي ناس فيكم ما عرفتوش. الفانتسي عملت فكره صايعه جدا جدا جدا، وهي عملوا ليج، الليج ده اوتوماتيكلي كل الناس تخش فيه، اي حد بيلعب فانتسي هيلاقي نفسه مع الاوفرول ومع البلد اللي بيلعب فيها وكل الكلام ده، في حاجه اسمها سكند شانس. هما بما انهم لقوا ان الدوري وقف خالص وكاس العالم جه، فقرروا يعملوا جايزه او مسابقه جديده اسمها سكند شانس. سكند شانس دي هو دوري زي الاوفر اول، زي الدوري العام بتاع الفانتسي اللي فيه العالم كله، هيكون فيه العالم كله برضو، ولكن هما لغوا تماما في السكند شانس ده كل اللي حصل قبل كده، وهيبداوا يعدوا من جديد من اول الرجوع اللي هو من اسبوع 17 لحد اسبوع 38. هل ده معناه ان الاولاني الاساسي مش موجود اللي هو بتاع العالم؟ لا طبعا ده موجود، والجوائز بتاعته هي هي. عملوا جوائز مشابهه جدا جدا للناس اللي هتكسب في الاول دي، لبرضو اول خمسه هيقدروا يطلعوا في السكند شانس. يعني دلوقتي بقى عندنا انك ممكن تكسب الاوفرول ليج اللي هو صعب جدا، بتلعب على 38 اسبوع، وممكن تدخل وتكسب برضو الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس في السكند شانس بتاعه الفانتسي. فبقى سكند شانس عندك فرصه ثانيه زي ما هم مسمينه، فرصه ثانيه انك تقدر تكسب الفانتسي بشكل اسهل شويه بعد ما تكون شفت الموسم وشفت كاس العالم ومستويات اللعيبه، تقدر تاخد قرارات وتلعب على فتره اقصر تقدر تكسب دي. فهل يا ترى الخمسه اللي هيكسبوا الاوفرول هيكونوا هم الخمسه كده؟ اشك. وده بيقول ان ملهاش دعوه انت كنت 8 مليون 4 مليون انت بتعمل ايه في العالم، انك ممكن عندك فرصه كبيره جدا انك تخلص في مراكز كويسه جدا في السكند شانس، فدي حاجه الفانتسي عملتها صايعه جدا جدا. اخر حاجه بقى حلقات الفانتسي، في حلقات جاهزه مش اتصورت ولكن جاهزه كتابه محتاجه تتصور، انا مستني اصورها. مستني ايه؟ مستني فيها اسئلتكم، عايزكم تكتبوا لي هنا في الكومنتس كل اسئلتكم، مفيش سؤال اي سؤال في دماغكم، وانا هشوف السؤال ده محتاج يتحط في انهي حلقه من الحلقات اللي مكتوبه، عشان في اسئله بتبقى متعلقه بحلقات معينه وفي اسئله متعلقه بحلقات ثانيه، فهحط كل الاسئله دي في الحلقات، ولكن محتاج الاسئله دي في اسرع وقت ممكن عشان الحلقات تبدا تنزل من يوم الاثنين اللي هو ثاني يوم كاس العالم. هيكون ساعتها في الكاس، ولكن هيبقى لسه ناقص اسبوع على رجوع الدوري من نهايه كاس العالم، فمحتاجين في الاسبوع ده نعمل ثلاث او اربع حلقات، ثلاث اربع حلقات دول يكونوا شاملين كل اسئلتكم وكل الحاجات اللي محتاجين تعرفوها قبل رجوع الدوري. بس كده اتمنى لكم موسم عالمي بشكل عام، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه. سلام.